مكارم، قسم منهم خارج سوريا وأكثرهم داخل سوريا. أعداد المعتقلين حدث عن هذا ولا حرج. أعداد الجرحى والمعاقين والمأساة في هذا الإطار يندى لها الجبين يا أيها الإخوة الكرام. ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع كثيرا، لأنكم جميعا تتابعون هذه القضية متابعة حثيثة، وتعلمون علما يقينيا عن هذا الذي يجري لبلدكم الحبيبة سوريا. إنساناً وحجراً وشجراً، بل لم يسلم الحيوان من هؤلاء القوم. ولذلك يا أيها الإخوة، فإننا نرجو من إخواننا جميعاً في موريتانيا وفي كل أنحاء العالم أن يطلعوا بمهمتهم بل بمهامهم تجاه هذه القضية التي تعتبر من أسخن القضايا، قضايا الأمة هذه الأيام. إنها على الصفيح الساخن، إنها قضية مستعجلة جدا، وبإذن الله تبارك وتعالى ستكون نهاية هذه القضية قريبا بانتصار هذه الثورة وانتصار هذا الشعب، لأن الأمر في واقعه اليوم رغم ما حكينا من مآس وطامات وكوارث وقتل وجرائم، لكن هناك مبشرات كثيرة في هذا الإطار أيها الإخوة الكرام. منها على سبيل المثال أن 70% من الأراضي السورية اليوم تحت أيدي الثوار وأيدي الشعب السوري، وبفضل من الله تبارك وتعالى أثبتت التجربة على محدوديتها أن هذا الشعب قادر أن يدير نفسه بنفسه وبمهارة وجدارة. ولذلك اليوم تؤسس المجالس العسكرية الموحدة بفضل من الله تبارك وتعالى، واليوم عندنا المجالس الانتقالية التي تدير البلاد في الأجزاء المحررة منها أحسن إدارة، رغم كل الذي يحدث ورغم كل الذي يكون. وإن العمل السياسي في إطار المجلس الوطني أو الائتلاف ماض بفضل من الله تبارك وتعالى على خير ما يرام، ولكن كل هذا كما قلنا يقتضي من الأمة أن تطلع بمهامها. وأوجز أيها الإخوة لأذكر إخواني، وقبل أن أذكر أي فقرة في هذا الإطار، أقول إن الأمة لم تقصر بفضل من الله تبارك وتعالى، وإن الشعوب مع ثورة سوريا وقدموا وبذلوا، ولكن نحتاج إلى المزيد، نحتاج إلى أكثر من هذا. نحتاج من الحركات الإسلامية ومن الأحزاب ومن الجماعات الخيرة ومن أحرار العالم أن يجعلوا قضية سوريا دائما على منصة برامجهم من أجل أن يقدموا لهذه الثورة حتى تنجح وحتى تنتصر بإذن الله عز وجل. لذلك نريد من إخواننا المواقف السياسية التي تتلاءم مع حجم المصاب، ومن هذا على سبيل المثال الضغط من أجل الاعتراف بالائتلاف الذي صنع في الأيام الأخيرة الماضية ليمثل الشعب السوري في الإطار السياسي، وكذلك أن يكون لهذا الائتلاف ممثلون في الدول الذين قد اعترفوا بهذا الائتلاف وفي هذا إسقاطا لشرعية هذا النظام المجرم بصورة من صور الإسقاط. نريد أيها الإخوة من إخواننا جميعا أن يهتموا بشأن الإغاثة في الإطار السوري، وهذا يشمل جانبين أساسيين مهمين للغاية. الجانب الأول هو جانب الطعام والشراب والكسوة وما إلى ذلك من أمور تتعلق في هذه القضية، إذ كما قلنا ملايين المشردين، وعندنا كثير وكثير من الذين يحتاجون اليوم إلى رغيف الخبز وما إلى ذلك، لأن العملية عملية كبيرة وخطيرة يقودها هذا النظام المجرم. ونريد أيضا في الجانب الثاني
أيها الإخوة، أي في جانب الإغاثة، العناية بمسألة الجرحى، وهم أعداد كبيرة جدا، زرناهم في الداخل وعرفناهم في الخارج، والله شيء يندى له الجبين يا أيها الإخوة الكرام. كم من إنسان قطعت يده أو رجله أو يداه ورجلاه، كم من إنسان في شلل رباعي أو شلل نصفي أو ما إلى ذلك من حالات كثيرة جدا لا أريد أن أعكر مزاجكم بالحديث عنها، لأنكم تتابعونها وتعرفونها بشكل جيد ومعروف ومعلوم. وقبل هذا وذاك يا أيها الإخوة، لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، لأن الأمور أولا وأخيرا كلها بيد الله تبارك وتعالى. فرب دعوة انطلقت من قلب صادق يستجيب الله تبارك وتعالى لها تحدث ما يعجز أن يخطط له البشر ويفعله البشر. وفي الختام يا أيها الإخوة الكرام، نقول لإخواننا في التواصل، لا تنسوا أن تتواصلوا مع ثورة سوريا وشعب سوريا. تواصلوا معهم من خلال لجنة تعمل لهذه الثورة، تعمل لهذا الشعب، من خلال مهرجانات تجمع فيها التبرعات من أجل الشعب سوريا، من أجل هؤلاء المنكوبون. واعلموا يا إخواني في نهاية المطاف بأن النصر قادم بإذن الله جل وعلا، وأن الأيام القادمة القريبة بإذن الله تبارك وتعالى ستشهد حسما حتميا بعون الله تبارك وتعالى في هذا المجال الذي نتحدث عنه، وأن سورية بعد سقوط هذا النظام ستكون غير سورية عبر 40 عاما من حكم هذا النظام. سورية ستكون للأمة كلها بإذن الله. سورية قبل سقوط النظام شيء وبعد سقوط النظام شيء، وسيكون هذا تاريخا مشهودا بعون الله تبارك وتعالى. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفك أسرانا، وأن يعيد مهجرينا، وأن يسقط هذا النظام في القريب العاجل، وأن ينتصر الشعب سوريا وحرائر سوريا على جلاديه وظالميه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، اللهم انصر إخواننا.